سيدة التوقعات من دون أي منازع من حوالي 30 سنة توقعت أحداث محلية وعالمية ما كانت بالحسبان ولا على البال ولا على الخاطر. البعض انتقد ولكن وحدة الوقائع والأحداث تشهد على التوقعات اللي حكيت عنها على مدار السنين وقبل بوقت طويل من حصولها، مثل الأحداث المؤسفة اللي صارت بمدينة طرابلس. هجرة غير الشرعية تؤدي بحياة مجموعة جديدة من المواطنين. حالة من الاستنفار في لبنان لإنقاذ ركاب قارب للهجرة غير الشرعية من الغرق قبالة طرابلس. تحدثت عن اعتداء على أحد الوزراء. منظر وزير عنا بلبنان، حدا راكد وراه وعم يضربه. الفيديوهات أظهرت إقدام عدد من الأشخاص على التعرض لوزير الطاقة اللبناني بالشتائم وصولاً إلى التعدي الجسدي عليه. حكيت عن التقارب السعودي التركي. تقارب سعودي التركي مع عدة لقاءات متبادلة بين هذه الدول. هو اللقاء الأول بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ العام 2017. بالإضافة إلى العديد من الأحداث والتوقعات عن سوريا، قطر، المملكة العربية السعودية وفرنسا. فرنسا ترفع صور الرئيس ماكرون في الشارع الفرنسي وذلك خلال المرحلة القادمة. إيمانويل ماكرون سيد قصر الإليزي لولاية ثانية. شوف الرئيس السوري بشار الأسد بيقوم بمبادرة إيجابية وإنسانية بإصدار عفو عن بعض السجناء بالسجون السورية وخصوصا الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال قتل وتخريب في سوريا. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل السوريين عدا الجرائم التي أسفرت عن قتلى. ستشهد إيران زيارات متبادلة بينها وبين دولة قطر. وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية لبحث قضايا ثنائية وأقليمية بين البلدين. ليلى عبد اللطيف كانت أول من تحدث وتوقعت عن التوتر التركي العراقي والأزمة بين البلدين. الشارع العراقي في حالة غليان وتوتر عراقي تركي كبير يثير القلق. تداعيات الاعتداء الذي استهدف منتجعا سياحيا في كردستان العراق والذي اتهمت بغداد أنقرة بارتكابه قد لا تتوقف عند أزمة دبلوماسية بين البلدين. لسنة 2022 توقعات ليلى عبد اللطيف كانت لا تعد ولا تحصى، بدءا من استقالة بوريس جونسون وصولا لأحداث سريلانكا. أرى رئيس الوزراء البريطاني السيد جونسون بعيدا عن منصبه خلال الفترة القادمة ولحدث ما. رئيس حكومة كسر كل القواعد فاستقال أخيرا من زعامة حزب المحافظين على أن يستمر في منصبه الحكومي إلى حين اختيار خلف له في الخريف.